السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله تاني إعدادي هنكمل مع بعض شرح منهج اللغة الإنجليزية من كتاب بيت باي بيت 2024 فصل الدراسة الأول. والنهاردة مكملين مع بعضنا يا ولاد يونت 3 الوحدة الثالثة، جريت جوبس، وظائف رائعة. الفيديو اللي عدى شرحنا الدرسين الأول والتاني من الوحدة الثالثة، النهاردة بقى نحل تدريبات والأسئلة. يبقى النهاردة حل تدريبات الوحدة الثالثة الدرس الأول والتاني منها 121 صفحة 121. اول حاجه تشيك اون لانجويج نوتس، تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. هنختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1، مستر علي وركس هارد، يعمل بجد. 2، نو ات هيز ليفنج، هيز ليفنج اللي هو ايه؟ قوت يومه. بيعمل ايه يا اولاد؟ وين يفوز بقوت يومه، ولا لوز يخسر، ولا ايرني يكسب، ولا تيك ياخذ؟ طبعا ايرني يعني ايه يكسب قوت يومه. ماي فريند، صديقي. his bag on a bus، حقيبته ايه في الاتوبيس؟ lost، فقدها. one، فاز بها. missed يعني ايه؟ يفوت ولا ارنت؟ طبعا يا ريت نقول ايه، lost يعني فقدها في الاتوبيس، فقدها. دكتور مجدي يعقوب treats، بيعالج. ميني نقط فور فري، بالمجان. بيعالج مين بالمجان يا ولاد؟ doctors، الاطباء. parties، اجزاء. patients، المرضى. سوري، patrons، الرعاة، ولا patients، طبعا بيعالج المرضى. patients يعني مرضى. دكتور زويل worked not a scientist like، يعني ايه بيعمل مثل العالم، ولا as كعالم، ولا such، ولا unlike؟ طبعا as كعالم، دي قبل الوظائف. بعد كده بيقول لك that team، هذا الفريق، work or was the first not ذا جولد كاب، كأس ذهبي. فيرست ايه يا ولاد؟ وين ولا وينينج ولا تو وين ولا وان؟ ها، فيرست تو وين، يجي بعدها، بعد ذا فيرست يجي بعدها تو المصدر. كان اول فريق يفوز بالايه يا ولاد؟ بالكاس الذهبي. شوفوا الصفحه اللي بعد كده 123، اكسرسايز اون فوكابلري، تدريبات على الفوكاب. تشوف ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. بيقول لك players، اللاعبون. score يعني ايه؟ يحرز او يسجل. by throwing، بإلقاء. the ball، الكرة. into a goal in، هي اللعبة اللي بيفوزوا بيها او الايه بيسجلوا بيها الاهداف، بإلقاء الكرة داخل المرمى يا ولاد. throwing يعني يرموها باليد، يرمي باليد. الهاند بول، كرة اليد، ولا تشيس، شطرنج، ولا سويمنج، السباحة، ولا كاراتيه؟ طبعا دي رياضة ايه يا ولاد؟ الهاند بول، كرة اليد. ذا نوت ايجيبشن هاند بول تيم، فريق الكرة المصري لليد، didn't win the final in 2018، في 2018. ذا انشنت، ولا ذا فاينل، ولا نيوكلير، ولا سينيور؟ طبعا اللي فاز بالمباراة يا ولاد كان مين؟ السينيور اللي هو فريق الكبار. تيمز، الفرق، فروم افريكا، من افريقيا، نيفر وان ذا هاند بول وورلد كاب، لم يفوزوا ايه ولاد بنهائي ايه؟ كأس العالم، بول، ولا توتال، ولا فاينل، ولا جول؟ طبعا ايه، فاينل، نهائيات كأس العالم. تو نوت مينز تو بي ذا فيرست، معناها انك تكون الاول ان ا جيم اور ا كومبيتيشن، يعني ايه ان انا اكون الاول في لعبة او مسابقة. ميس يفوت، وين يفوز، ولا لوز يخسر، ولا ابني يكسب؟ طبعا يا ولاد وين، معناها انك تفوز في مسابقة او ايه، تكون الاول في لعبة او المسابقة. A not is an event، هي حدث. When people try to get prize، الناس بتحاول ايه تفوز بالجائزة يا ولاد. By being the best at something، بانك تكون الافضل في شيء ما. دي اسمها charity، عملية جمعية خيرية، ولا كوتش، ولا الكابتن، ولا كومبيتيشن، مسابقة، ولا تيم، فريق. طبعا دي مسابقة، كومبيتيشن. A or an، نوع does experiments، تجارب. To study and find out، من هو اللي بيجري تجارب علشان يكتشف. How things work، ازاي الحاجات بتعمل. ده event، حدث. hero، بطل. worker، ولا scientist، طبعا ده العالم، عالم هو من يجري التجارب. A نوع knows how to look inside the body to help people who are ill، يستطيع ان يفحص اجسام الناس من الداخل لكي ايه يعالج المرضى ويساعد المرضى. ساينتست، عالم، نيرس، ممرضة.
سيرجن طبيب جراح ولا كيمست كيميائي؟ طبعا سيرجن الجراح. سيرجن. ذا نوت ايجيبشن هاند بول تيم فريق الكرة المصري وان ذا اندر 19 وورلد كاب فاينل ان 2019 او ايه 2019. فريق الهاندبول المصري ايه تحت سن 19 سنة فاز بكأس العالم في النهائي؟ جونيور الناشئين ولا بور ولا جنرال ولا مورال؟ طبعا يا ولاد جونيور الناشئين. I know I'd give the money to people or police. مين اللي بيتبرع بالأموال للناس أو الأماكن؟ ساينتست العالم ولا باترون الكفيل أو الراعي ولا السيرجن ولا الكوتش؟ طبعا يا ولاد باترون. باترون ده هو مين؟ الكفيل أو الراعي. The nurse الممرضة once a not كانت ايه؟ She saved a lot of people. الممرضة مالها؟ ها؟ Saved a lot of people يعني ايه؟ أنقذت كثير من الناس. بيجر ولا مانجر مديرة ولا سيرفنت ولا هيرو؟ طبعا هيرو كانت بطلة. سميرة موسى was Egypt's first not nuclear scientist. عايز أقول أول عالمة عالمة نووي في مصر. ميل كانت ذكر ولا مان راجل ولا في ميل أنثى ولا دوتر ابن؟ طبعا كانت ايه أنثى أول أنثى مصرية. I not helps people who are poor. بيساعد الفقراء sick والمرضى or have no home أو الناس اللي لسه لديها ايه منزل. تشير ولا تشاريتي ولا شو ولا شيب؟ طبعا تشاريتي اللي هي أولاد الجمعية الخيرية بيساعدوا الناس اللي ما عندهمش مأوى بدون مأوى انهم يعني بدون مأوى. scientists العلماء do many experiments يجر التجارب to find the root of many illnesses أمراض كثيرة. find يا أولاد find treatments يجروا علاج ولا development ولا moments ولا monuments؟ طبعا ايه treatments علاجات. after the match بعد المباراة the Noah told me that I would be in the football first team. مين اللي قال لي ان انا ايه سوف اكون في كرة القدم ايه الفريق الاول لكرة القدم؟ وركر ولا كوتش ولا سيرجن ولا فولنتير؟ طبعا اللي قال الكلام ده مين يا ولاد؟ المدرب. one hundred twenty four دكتور مجدي يعقوب looks after يعتني بيه a children with heart عندهم ايه في القلب يا ولاد؟ trips ولا لرحلات ولا experiments تجارب ولا competitions ولا programs؟ طبعا عندهم أمراض أو مشاكل في القلب. بعد كده تونيزيا اللي هي تونس تونيزيا has one of the best handball not in Africa. فازوا بإيه يا ولاد أو إيه has one of the best handball عندهم إيه كرة اليد في أفريقيا؟ عندهم تيف زفرق ولا هارتس كلوب ولا سيرجنس جراحين ولا فلاتس؟ الهاند بول اسمه هاند بول يا ولاد هاند بول تيمز يعني ايه فرق فرق الهاند بول اللي عندهم ايه افضل ايه لاعبين في افريقيا من افضل اللاعبين في افريقيا. ماي نيبر هو جاري طارق ووز بورن ريتش فاميلي في عائله غنيه اندر ولا فور ولا انتو ولا ات؟ طبعا يا ولاد انتو ولد في عائله غنيه. ذا ايجيبشن فوتبول تيم فريق الكره كره القدم المصريه 1-0 1-0 ايطالي ان 2009 4 ولا اجينست ولا 2 ولا فروم؟ طبعا ايه اجينست ايطالي يعني ضد ايطاليا في 2009. بعد كده محمد صلاح بليز نوت ليفربول عايز اقول بيلعب في فريق ليفربول يا ولاد 2 ولا ان ولا 4 ولا اون؟ قلنا يلعب لفريق يعني ايه يا ولاد بلاي 4 ليفربول. كواردلي اللي هو الجبان از اوبزيت عكس كلمة ايه او عكس جبان ايه بقى بريف شجاع ولا بيشنت صبور ولا جونيور اللي هو ايه ناشئ ولا سمنة المتشابه؟ طبعا بريف شجاع. بعد كده هنشوف اسئلة الجرامر. اسئلة اللانجوج يا ولاد بيج نمبر 126 صفحة 126 كومبليت ذا فولوينج دايلوج اكمل المحادثة. سوزان از اسكينج يمنى سوزان بتسأل يمنى عن ايه اباوت هير استطيع عن دراستها. هاي يمنى مرحبا يمنى can I ask you some questions ممكن اسألك بعض الأسئلة تقول لها yes you can.
أو of course. سألت سؤال قالت لها I was born on 3rd May 2007. اتولدت في 3 مايو 2007. يبقى قالت لها ايه؟ متى ولدتي؟ When where you born. اتولدتي امتى؟ سألتها سؤال تاني قالت لها I went to primary school when I was 6. رحت وانا عندي 6 سنوات. يبقى متى ذهبت المدرسة الابتدائية؟ When did you go to primary school? When did you start preparatory school? امتى بدأت المدرسة الإعدادية؟ هتقول I started preparatory school when I was 12. وانا عندي 12 سنة. What was your favorite subject in primary school؟ ايه كانت مادتك المفضلة وانت في ابتدائي؟ المادة المفضلة مثلا my favorite subject was English. مادتي كانت الانجليش. 127. سؤال اختيارات. choose the correct answer from A, B, C or D. My grandfather جدي work in 2015. عايز اقول توقف عن العمل. stopping ولا stop ولا will stop ولا stopped. طبعا يا ولاد stopped توقف عن العمل عشان دي سنة عدت. ماضي بسيط. وين عمر وص ويني تو لما كان عمره 22 سنة؟ أشارك سمكة القرش اتاكد هم هجمت عليه and he not alleg. عايز اقول فقط ساقه. is lost ولا lost ولا loses ولا to lose. طبعا يا ولاد and lost his leg. مجدي يعقوب نقط بورن in 1935. عايز اقول ولد يبقى was ولا is ولا be ولا has. طبعا في الماضي was. he started playing chess. بدأ يلعب شطرنج. when he was very little لما كان صغير. and he not always very good at it. does ولا where ولا has ولا was. طبعا ايه هنقول when he was and he was always وكان دائما ايه جيد فيها. not your friend ready. جاهز. هل صديقك جاهز for the exam للامتحان last week؟ كان جاهز للامتحان. تبقى was ولا did ولا where ولا do. أسأل طبعا من يا ولاد ووز هل كان صديقك. when you arrived at the party who not there. do ولا did ولا where ولا are. طبعا ايه يا ولاد where. من كان هناك لما وصلت الحفلة؟ من اللي كان هناك؟ من كان هناك؟ did محمد not to the shop yesterday the shops. طب عندي حاجة في الماضي عايزة فعل في الماضي. yesterday goes ولا go ولا went ولا gone. طبعا ايه يا ولاد went. when you are when not you start this job. عايز اقول متى بدأت هذه الوظيفة. تبقى does ولا are ولا did ولا have. اسأل في الماضي did يا ولاد ويجي بعدها الفعل في المصدر. متى بدأت الوظيفة. they not at home yesterday. they not at home yesterday. don't ولا aren't ولا didn't ولا weren't. طبعا weren't. لم يكونوا بالمنزل بالأمس. I not a bike when I was young. كنت بعمل ايه للدراجة وانا صغير. having ولا has ولا had ولا have. I had. كان عندي دراجة وانا صغير. تامر not know what marks he got in the last test. تامر not know the marks. لم يعلم الدرجات اللي جابها في اخر امتحان. don't ولا didn't ولا do ولا isn't. طبعا ناخد ايه ولاد didn't يعني لم يعرف عشان دي حاجة في الماضي عندي lost و test الاختبار الايه الماضي. why not those students punished by
يعاقب. ليه تعاقبوا باي ذا تيتشر يسترداي؟ ليه عاقبهم؟ تبقى was ولا have ولا are ولا where؟ طبعا ناخد ايه يا ولاد؟ ناخد where. ليه تعاقبوا بالامس؟ why were those students punished؟ who not you yesterday called ولا did called ولا called did ولا to call؟ طبعا يا ولاد who called يعني من اتصل بك بالامس، هو called you. and 2016 في 2016 a civilist knocked me and stole my money، سرق نقود. attacked هاجمني ولا attacks ولا attacking ولا attack؟ طيب دي حاجة عدت، يبقى ناخد ايه يا ولاد؟ attacked يعني ايه؟ هجم عليا. بعد كده I met an old friend، قابلت صديقي القديم. not months، next ولا in ولا for ولا last؟ طبعا ايه يا ولاد؟ last months، عشان دي حاجة حصلت ايه؟ في ايه؟ زمن ايه؟ عدى. 128 when not you have dinner last night where ولا had ولا did ولا will؟ طبعا يا ولاد when did you have lunch، عشان يجي عندي فعل في المصدر. my brother bought his car، اخويا اشترى سيارته. 2 years منذ، عايز اقول منذ عامين. last ولا ago ولا once ولا since؟ طبعا 2 years ago يعني منذ عامين. complete the sentences with the correct form of the words in brackets، اكمل الجمل دي بالصيغة الصحيحة داخل ايه؟ بين الأقواس. وليد نوت بي a farmer for more than 30 years، فيرب تو بي عايز حاجة في الماضي، وليد تبقى ايه يا ولاد؟ was، كان فلاح لأكتر من 30 سنة. بعد كده أنت ليلى، عمتي ليلى lives in England from 100 أو ايه 19 95 1995 to 2010، دي ايه؟ فترة عدت، يبقى برضه هنقول ايه؟ لفت، كانت تعيش. بعد كده مجدي يعقوب stop most of his work، توقف عن كل اعماله as a surgeon، كجراح. a long time ايه ولاد؟ age ولا ago؟ طبعا ago معناها منذ، من كلمات الدالة على ايه؟ الماضي البسيط، تيجي في نهاية الجملة. مجدي يعقوب not was helped people with heart problems for many years، was helped ولا helped على طول helped؟ last year العام الماضي I not go to Cairo and visit a museum، I went، ماضي من go went. do you meet your friends yesterday، حاجة في الماضي يبقى I did. بس ما لا not weren't at school yesterday wasn't، لم تكن في المدرسة بالأمس. بس ماله مفرد ام فعل wasn't وليس weren't. how long did it not took you to write this story، كم الوقت اللي استغرقته في كتابة هذه القصة؟ did it ايه؟ بعد did فعل في المصدر يا ولاد يبقى take، بعد did مصدر. I watched a nice film، شاهدت فيلم جميل. not next week ولا last week؟ last week دي معناها القادم، ما تنفعش. your parents help you at school when you were young، عايز اقولها هل والدين كانوا بيساعدوك وانت صغير؟ هنقول did. why not doesn't عادل take his medicine yesterday، why did؟ او didn't، لماذا اخذ او لم ياخذ؟ ده الاثنين ينفعوا. A long time منذ فترة بعيدة since I went to London، طبعا ايه؟ ago. A long time ago يعني منذ زمن بعيد. الصفحة اللي بعد كده 129 تدريبات شاملة على الدرسين الأول والتاني general exercises on lesson 1 and 2. بعد كده complete the following dialogue، هنكمل المحادثة. بيقول لك جانا ستيلينج هالة about her hero، عن بطلها. Who is your hero جانا؟ مين بطلك يا جانا؟ قالت لها مش عارفة مين. بعد كده what is your father، تجيب يبقى قالت لها ايه؟ my father. what is your father، تجيب وظيفته ايه؟ قال لك work in Cairo، يبقى نقول ايه؟ he is a doctor. لان قالت لها يعمل في مستشفى في القاهرة. what is او what
سوري وير يا بس على المكان بوير وير does he work أين يعمل؟ لا هي works in a hospital in Cairo. سألتها سؤال تاني قالت لها no he isn't a surgeon, هو لسه جراح. he is a dentist. تبقى is he a surgeon, هل هو جراح؟ بعد كده are you proud of him, هل أنت فخورة به؟ هتقول لها طبعا ايه yes I am, نعم فخورة. أو AI ممكن نكمل very proud of him, فخورة بيه جدا. 130 130 it shows the correct answer from ABC or D. number one بيقول لي the Egyptian player, اللاعب المصري won the gold medal, فاز بميدالية ذهبية. He is a real coach, مدرب جونيور ناشئ ولا هيرو بطل ولا ترينر؟ طبعا ده يا ولاد هيرو بطل. A not is a girl or a woman, ايه هو اللي سيدة او فتاة؟ man الرجل, female الانثى, male ذكر ولا child طفل؟ طبعا دي female الانثى دي ذكر. مجدي يعقوب started a not to help people with heart problems. استارت الالة عشان يعالج الناس بمرضى القلب, work ولا team ولا competition ولا charity؟ طبعا charity اللي هو ايه, عمل تطوعي او عمل خيري. نوت is a sport with 7 players in a team, لعبة فيها 7 في الفريق. التنس لا, واحد قصاد واحد. بوكسينج برضو واحد قصاد واحد. هاند بول كرة اليد اه. سنوركلينج الغوص لا. The Egyptian hand pool team, فريق الكرة المصري كرة اليد المصري, won an important not in 2020, فاز بالايه ولا الكومبيتيشن, المسابقه, ستيشن محطه, اكسبيرمنت خبره ولا اكسبريشن تعبير؟ طبعا فاز بالكومبيتيشن اللي هي المسابقه. عمر is the first student to not a prize in sports in our class, عايزين اول واحد ايه فاز بجائزه في الرياضه عندنا في المدرسه. wins ولا to win ولا winning ولا to winning؟ احنا قلنا is the first, ها بعد كده يا ولاد تو زائد الانفينيتيف, يبقى ايه هناخد تو وين. وي نوت اكسبيرمنتس, احنا نقط التجارب, اد ذا سكول لاب افري ماندي. سكول لاب اللي هو ايه معمل المدرسه, بنعمل التجارب الولاد. نجري تجارب يعني ميك اكسبيرمنت ولا فلاي ولا لوك ولا دو؟ طبعا دو اكسبيرمنتس, يجري تجارب. Did you win the first prize, فزت بالجائزة الأولى؟ Did تبقى no I didn't, لا لم أفوز, عشان سألت بديدي يبقى في مين يا ولاد, didn't. بعد كده Egypt's football team, فريق كرة القدم المصري, not the Africa Cup of Nations, كأس الأمم الأفريقية in 2010, win ولا won ولا to win ولا winning؟ حاجة حصلت في الماضي يبقى يا ولاد won, يعني فاز بيه. بعد كده when you at your father's born, متى ولد الجراند فاذر بتاعك؟ when was, متى ولد؟ the pyramids, الاهرامات, were not thousands of years ago, الاف السنين. built ولا built ولا building ولا to build؟ عندي اقول دل على الماضي البسيط باخد فعل في الماضي built. not the children in the park yesterday, was ولا did ولا are ولا where؟ عايز اقول هل كانوا في الحديقه يبقى where عشان دي جمع. once ذات مرة I not money to a poor man, لرجل ايه؟ رجل فقير. give ولا gave ولا giving ولا to give؟ طبعا ايه ولاد I gave money, عايزة حاجة في الماضي, اديت نقول لرجل ايه فقير. 131 131 complete the sentence with the correct form ايه of the words in brackets. تعالى بقى did you, طبعا did يجي بعدها مصدر. bought a new t-shirt yesterday, دي بوت في الماضي, المدرب بتاعها يا ولاد باي, هل اشتريت تيشيرت جديد بالامس؟ يوسف نوت بي بورن ان 1962, عايز اقول ولد يوسف تاخد ووز علشان مفرد فيرب تو بي في الماضي ووز. هي نوت كام فيرست لاست يير, هي كيم اتى اولا,
كريم نقعد فيزيت لوكسور لاست ويك، عايز حاجة ماضي يبقى فيزيتد. هيبقى نقعد ترافل تو كندا، a week ago، كلمات دالة كلها تبقى traveled، هنضاعف ال ام. ماجدي not be at home yesterday، ماجدا في wasn't. write a paragraph about 90 words عن ايه، what makes a hero، ماذا يفعل البطل. خدنا الحاجات دي كلها واحنا بنشرح، وطبعا مجاب عنه في نهاية الايه الوحدة. هاتوا معايا صفحة 160، يلا 160. الصفحة دي جايب لك فيها ايه كل البارغرافات والايميلات اللي مطلوبة مني في الوحدة التالتة كلها. 160. What makes a hero؟ ماذا يفعل البطل؟ وماذا يصنع البطل؟ قال لك a hero is a person، هو شخص. هو is able، يعني able to، يعني قادر على. شخص قادر على ايه؟ help other، يعني ايه others؟ يعني مساعدة الآخرين. A person who saves someone، هو شخص ينقذ الآخرين. Who is in danger، اللي حياتهم في خطر. A hero thinks about other people، بيفكر في الآخرين، يفكر. قال لك ال firefighters مثلا، رجال الأطفاء، are heroes، أبطال. رجال الأطفاء أو رجال المطافي heroes، أبطال. They think about saving people، بيفكروا في إنقاذ الناس. Sometimes a hero can be a teacher، ممكن البطل ده يكون معلم. So he or she can teach you to read and write، بيعلمك القراءة والكتابة. That will make difference، a difference to your life، ده بيعمل إيه؟ يعمل فرق في حياتك. We have a lot of heroes، عندنا أبطال كتير جدا. Who we are proud of in Egypt، نفخر بهم في مصر. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من شرح او ايه حل تدريبات الدرسين الاول والثاني، lesson 1 and 2 من unit 3 great jobs. الفيديو الجاي ان شاء الله بنبدا مع بعضينا فيديو الشرح للدرسين الثلاث والرابع باذن الله. اي حاجه محتاجينها يا ولاد افتحوا قائمه تشغيل الصف الثاني الاعدادي، هتلاقيني هناك بشرح وبحل من كتاب المعاصم، كمان كتاب بيت، كل حاجة موجودة هناك. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق بإذن الله. وتابعونا على صفحة الفيسبوك مس هبة رجب، بنزل الحلول على القناة هناك، بنرفع الورق كده محلول يا ولاد، وكمان بنرفع فيديوهات وبنزل حاجات مهمة جدا. يا ريت قبل ما نطلع من الفيديو نعمل لايك ونشترك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.